السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن عمل الووتر بروف أو العزل المائي باستخدام ألواح الممبرين. ألواح الممبرين بتكون ألواح بسمك حوالي 4 ملم، بيتم تركيبها عن طريق تراكب كل لوح على التاني بقيمة حوالي 20 سنتي، وبيتم تثبيتها عن طريق الحرارة زي ما احنا شايفين كده في الفيديو قدام. تستخدم للعزل المائي أسفل أي لبشة أو درافت. مسافة التراكم تقريبا بتكون حوالي 25 سنتي، تراكم كل لوحة على الثاني. This distance is 20 centimeters. 100. Yeah, okay, thank you.